اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء.
Yeah.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوديه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المن هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. ليتشرف بوجود سقران وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فربه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا.
فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة وتكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة إذا انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي نرتق صهوة المجد بكربه وتضيق ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أبا الزهراء.
Oh,
بهذا النور المبين.
ولكن هزني إلى بدو وحفظته من شر أشرف المخلوقين. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تزوج إلى سمع أوصافه العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أسل الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم القرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها
وضمت أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصفيح. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Oh.
الحشا وتكتبت
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بهلاب من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تناكله في البطون والطهور صلى الله عليه. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عنوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفض الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خاش الأمة يحضر عند وجهه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما حور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
مرحبا
أشرف الرسل صوفا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك وكتاب ذي بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا سبقا ووساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية الذي ترتعد منها فرائس اللقياء من البرية ومن نسل به تعطرك الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم فمن صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه صلى الله عليه أوصاف الزفة تعالى مجدها أخذت على نتمسها بعنانه وقد مصد القلم في تدوين ما فده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ينسى
ختمك ما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم فكر من ضرر أوصاف محمد وجودا نتوجه إلى الله وتوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في أعمال المقبولة نتوجه في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه أعمال فضعوا ظافرا وعلى الباب عزة تحد الرحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف لديك سيد لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستجع أمانتك وهفين سرك وهامن راية دعواتك شاملة ألك بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موضن مواطن قدب ومظهر قاسم إعدادك في عبادك وساقق عوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحجرة اترابه من أحبابه. اللهم عنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشراف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين حكايتك وأن تبلغنا من شراف قدر إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وأن تتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المعدين وأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيعا والسائل بما سأل المعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره وأمه بغرضه وشريف بجهة أولادنا ووالدينا وأهلنا قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الجهات وعلم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم قربة المكروبين واكف دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين
وامشود العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقدار، وأيدهم بالتعييد من عندك ونسري على معاندينا من المنافقين والكفر، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلد، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في عمل بطاعتك وسبك في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين، واختم لنا منك خير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجساد والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه وبني له المنسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب عزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah dimohonkan hadiah Fatihah untuk Bapak Ismail bin Zarkoni. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Bapak Zarkoni, Bapak Ismail bin Zarkoni, wa ila hadini al-Fatihah. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dan malaikat Jibril, malaikatul muqarrabin, hamlatul arsy, alaihi wassalatu wassalam al-Fatihah. Sahabat qarabat tabi'in, khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Talib karramallahu wajhahu radhiya anhu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra, Khatim Kubur Aisyah Ar-Ridha, Baqid Azwajin Nabi Ummatil Mu'minat Tahirat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Imadil mujidahidin, muqallidin fiddin, qurra'il mukhlisin fasin, muqaddisin fuqa ulamil aminin, sufiyatin muhaqqin, Husain Hasan Basri, Sayyidina Habib al-Jami, Sayyid Dawud Ta'i, Sayyidina Ma'ruf al-Qurhi, Sayyidina Sari al-Saqati, Sayyidina Abil Qasim bin al-Baghdadi, Sayyidina Abu Yazir al-Bustami, Ahmad al-Shibli, Sayyidina Ali al-Rudha, Sayyidina Muhammad Musa al-Qadim, Sayyidina Muhammad Ja'far Sadiq, Muhammad Bakir, Zainul Abidin, Sayyidina Qasim bin Muhammad Bakar, Sayyidina Al-Farisi wa Sqarun rahimahullah wa radhiya anhum, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim, fata'a alim futadihim, wa nazwamana fi silkim wa tariqatihim, wa yu'idu alina wa lalina wa la jama'atina wa man tahtari ayatina, min barakatihim wa nafa'atihim wa asrarin wa ulumihim wa anwarihim, fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Sultan al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jani al-Qudbi Ahmad Arif al-Qudbi al-Badawi Ibn Abdul Salam bin Masyis al-Basisi Sayyidina Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar al-Shadiri Sayyidina al-Imam Abil Abbas al-Mursi bin Amin bin Abdul Al-Sakandin Muhammad Abdillah bin Sulaiman al-Jazuli rahimahumullah wa radhiya anhum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa fa'an futuhan nazamana fi sinturuk tariqatun yu'idu alinam barakati wa anwa'adun asan wa anwa'an ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masyur wa al-Khalwati Sayyidina Abdul Asyattari Sayyidina Al-Imam Al-Ghusduwani Bapak Yusuf Al-Samasi Sayyidina Amir Kulal Sayyid Bahawdin Al-Sabadi Sayyid Abdullah Abdihlawi Sayyid Khalid Al-Usmani Al-Naqsabadi Al-Mujaddadi Al-Khalidi Sayyidina Ahmad bin Khatib Sayyidina Ahmad Khatib Al-Sambas Sayyidina Mahmudul Karim Al-Bantani Sayyid Asad Al-Bantani wa Syekh Muhammad Ali As-Sanusi wa Syekh Mahdi As-Sanusi Ahmad bin Muhammad Ali As-Sanusi Syekh Ahmad bin Idrisi Sayyidina Muhammad Abdul Karim As-Samman Sayyidina Ahmad At-Tijani rahimahumullah wa radhi anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumi fatahtu ahadi man nadhama na fi sintariqatihim wa yu'idu alina wa lalina wa ala man tahtari ayatin min cak jamin barakati wa nafa'at ma'asan wa anwa'an ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Muhammad Ali Muhammad Wafa Muhammad Ali Wafa Bahru Safa Arabi bin Ahmad Ad-Dirqawi Muhammad Ali Muhammad Hasan Al-Madani, Sayyid Muhammad Ali Al-Widri, Sayyid Muhammad Nahrawi, Abdul Malik,
mursyidina murabbi arwahina Abi Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim atallallahu fi umrih rahimahumullah wa radhiyallahu wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa fatah futuhat munazzamana fi silkihim wa durhatihim wal ya'khudhu bi aidina ila Allah al fatiha Jemaah syaikhina rijali salasaladim peinam min ulama wal masyaih wal awliya rahimahullah awliya tisri syajumatul kubro syaibrim asma'ul anisak wa'urim sisi nahdlatul ulama Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Khalil Bangkalan Sayyid Hasyim Sayyid Mbah Hasbullah Mbah Hasbullah istri Sansuri wa'urim sisi nahdlatul ulama rahimahullah rahimahullah wa farallahu dhunubahum wa yu'li daratan jannah yu'itu alina wa ala alina ulan ju'an jami'an wa la man tahtari ayatina fi bibarakatuh wa nahmna asunwa anwan ulumihim wa tanfutuhatihim al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Abayna umatina ajin jaddatina usum jamil muslimat wal mu'minan Allah bihaq bijam ya Allah iftalin futuhal arifin dan futuhal malamin dan awliyal mukarrabin wa nawwir qulubana bihim ya Allah wa nawwir qulubana bila ilaha wa majan alil dunya na wa ukhrana wa syurna fi dunya na wa ukhrana ma alil ila Allah bihim ijal baldatana Indonesia aminat mutmat tajri fi akim syamna aminna fi autanina ya Allah wa aghithna ya Allah aghithna wa ithamu githa wansur ikhwanana al-palestinin ibarakatihim ya Allah unsurhum ala adaihim al-ghashimin farrik jamu syatis syamla maqil utadamu wa ladubalikumul amal ijalid da'ar ta'alihim ya Allah al-fatiha بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ال أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم
العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
La ilaha illallah. 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 La illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا 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 لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا
la ilaha illallah 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 illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa 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 لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا illa ilaha illa Allah la ilaha 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 illa ilaha illa Allah illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu 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 Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita kedatangan orang besar, ulama besar dari Bahrain. Mumpung kesempatan ada di tengah-tengah kita, kita minta ilmunya. Semoga ilmu itu yang manfaat untuk kita semuanya. Maka kepada Hadrati Sayyidi Syekh, saya persilahkan Sayyidi Maji Al-Arabi, Al-Arabi, semoga mau meneteskan ilmunya kepada kita semuanya. Fa'alaikum fatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم المبارك وفي معية شيخنا وشيخ شيوخ أندونيسيا وبركتها مولانا الحبيب محمد لطفي ومع هذا الجمع المبارك نحمد الله جل شأنه الذي وفقنا لأن نكون في هذا المجمع المرحوم. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, tentu semuanya dengan taufik Allah di bawah majelis ini, di bawah bimbingan Syekh Syuyukh daripada syuyukh di Indonesia. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang senantiasa mencari halaqa-halaqa zikir. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم. Apabila sudah menemukan tempat majlis zikir, berteriaklah malaikat ini, ayo kita berkumpul ke tempat majlis zikir ini. فتجتمعوا عليهم الملائكة حتى تبلغ عنان السماء. Kemudian berkumpullah seluruh malaikat penuh padat sampai ke langit. فإذا انقضى مجلس الذكر هذا صعدت الملائكة إلى السماء. Apabila majlis zikir ini usai, kembalilah malaikat ke langit. فيقول الله جل شأنه لهم وهو أعلم بهم.
Ya malaikati min aina ji'tum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, dari mana engkau? Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang kondisi tadi. Fayaquluna ya rabbana ji'na min 'indi 'ibadika. Fayaqulu Allah jalla sya'nuhu ma yaf'alun. Kemudian malaikat menjawab, kami baru saja datang dari melihat hamba-hambamu, mereka melakukan zikir kepada Allah. Fayaquluna ya rabbana yadhkurunak wa yuhallilunak wa yusabbihunak wa yastaghfirunak wa fi riwayatil bazzari wa yusalluna ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, lalu ngapain mereka di majlis zikir itu? Menjawablah malaikat, ya Rabb, saya hamba-hambamu di majlis zikir itu, dia bertasbih kepada engkau, dia memujimu, dia mengagungkan engkau, ya Rabb. Wa yas'alunak wa yastajirunak fayaqulu Allah jalla sya'nuhu ma yas'aluni. Dia memohon dan berdoa kepada engkau, dan dia memohon pertolongan kepada engkau, ya Rabb. Fayaquluna ya Rabbana yas'alunaka al-jannah. Lalu Allah mengatakan, apa yang mereka minta sebenarnya? Lalu kata malaikat, dia hanya menginginkan surgamu, ya Rabb. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa mimma yastajirun. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, sebenarnya siapa yang menemani mereka dan apa yang mereka inginkan? Fayaquluna ya rabbana yastajirunaka minan nar. Kemudian mereka memohon sebenarnya perlindungan dari panggangan api neraka. Fayaqulu Allah jalla sya'nuhu ya malaikati ushidukum anni a'taituhum ma sa'aluni wa ajartuhum mimma stajaruni. Kalau memang itu yang diinginkan dan permohonannya, wahai para malaikat makhlukku, ketahui dan saksikanlah, kami sudah mengabulkan doa mereka, permintaan untuk surga dan dijauhin daripada neraka. Ya abnai wa banati, ya ikhwani wa akhawati, law ta'lamuna qimata hadzal majlis wa makanatahu 'inda Allah jalla jalaluhu la'ataitum ilaihi walau habwa. Seandainya wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, seandainya kalian mengetahui nilai dan keistimewaan zikir ini, pasti akan kita datang sekalipun kita dalam kondisi merayap untuk datang ke tempat ini. Antum huna fi hadzal makan fi hadhihi al-ahya fi hadha al-waqt antum tadhkuruna Allah jalla jalaluhu huna fil ard wallahu jalla jalaluhu yadhkurukum fil mala'il a'la. Kita semuanya di sini berzikir di bumi ini, dan sesungguhnya Allah itu menyebut nama kita di langit. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأكثر. Apabila seorang hambaku mengingatku, memzikir kepadaku dalam kondisi dia sendiri, maka saya juga mengingat mereka.
seandainya mereka mengingat saya dalam jumlah yang besar, saya juga demikian halnya dan lebih baik daripada itu. Nahnu huna najlisu ma'an nadhkuru Allah jalla jalaluhu aktharuna la ya'rifu ba'dana ba'dan lakinna al'an في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة المقربين يذكر كل واحد منا باسمه فلان بن فلان يذكر الله يذكر هناك فلان بنت فلان تذكر الله يذكر اسمها هناك. Kita dalam majelis ini, kita berkumpul di tempat ini, satu sama lain kita tidak saling kenal dan tidak mengetahui nama kita masing-masing. Tapi ketahuilah, malaikat semuanya yang menyaksikan ini menyebut nama kita semuanya, bahkan nama dan bin kita semuanya. فَالَّذِي أُوصِي بِهِ نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ أن تحافظوا على هذا المجلس وأن تعلموا أبناءكم وبناتكم وأن تحضروا الصغار معكم حتى يمن الله جل شأنه علينا جميعا بالقبول وأوصيكم وأوصي نفسي بكثرة الدعاء لهذا العبد الرباني مولانا الحبيب لطفي الذي يجمعنا هكذا حتى نذكر عند الله في الملأ الأعلى. Saya hanya ingin menitip pesan, mari kita hidupkan majlis zikir seperti ini. Kita ajarkan anak sanak pemilik kita semuanya untuk senantiasa berzikir dan menghadiri acara seperti ini, dan kita doakan guru kita bersama Syekh Syuyukh Maulana Habib Lutfi. والحمد لله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan hikmah dan arti khawas apa yang ada di dalam berzikir La ilaha illallah. Tepat sabdanya Nabi dalam hadith Qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi, barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, orang itu akan masuk ke bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke bentengku, maka orang itu akan selamat daripada api neraka. Amin. Hadith ini diawali kalimat La ilaha illallah hisni. Kalimah La ilaha illallah adalah bentengku. Artinya benteng yang sangat kokoh dan kuat. Sekali lagi, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, orang itu juga masuk ke benteng tersebut. Kita mengharapkan apabila masuk ke benteng, pasti dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaminan dari mana? Dalam rezekinya, dalam semuanya dimudahkan, tapi semuanya itu perlu didukung oleh keyakinan. Keyakinan yang mantap dalam zikir dan di dalam berdoa, jangan sampai kita mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bihusnudzon, dengan prasangka yang baik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman apa?
ana ida dhanni abdi bi, saya bagaimana hambaku di dalam prasangkanya. Kalau prasangkanya kepada Allah Ta'ala baik, akan memetik mendapatkan kebaikan itu sendiri. Tapi apabila prasangkanya kepada Allah Ta'ala jelek, maka mereka akan memetik kejelekannya orang itu sendiri. Maka dari itu pentingnya zikir sangat luar biasa. Dan pengajian yang selanjutnya insya Allah nanti dalam kitab Jami'ul Usul Aulia, sebagaimana nanti Jumat Kliwon yang akan datang, dalam panjang umur semuanya sehat walafiat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semuanya semoga manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Maulaya salli abada bika khairi khalqi kullihim. Maula daiman abada lihimi maula ya sal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal limin ya arhamar rahimin فرج على المسلمين يا أرحم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lak kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulina nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma iftah 'alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahta 'ala la ilaha illallah. Ahyina bi amitna 'alayha wa ashurna fi dunyana wa ukhrana ma ahli la ilaha illallah. Nawwir qulubana bi la ilaha fakna li akhraj durari ma ahli la ilaha illallah min bahri la ilaha illallah. Allahumma aslih al-imam wal umma war ra'i ar-ra'ya wa alif bin khairat wa alif bin khairat wa alif bin khairat. Saluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisana zakira. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka innal zalimin. Waghfir lana wa liwalidina masyayikhina hasan jami'i rijali salsalatina. Wa man awsana wastawsana biddua. Wa man ahsana hukuka alina. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya kashifal Allahumma ya kashifal ba'ikshif anna ma nahnu fih. Ishif anna ma huwa al-muslimuna fih. Ya Allah, ya Allah. Allahumma la tajal fi hadal masjid dhanban illa ghufartah. Wa la hamman faradul karban nafastah. Wa la daynan illa qadaitah. Wa la maridan la syafaitah. Wala hajan hajj dunia wala aglaq dan qadha illa qadaita wa sadiabul amin. Ya Allah, ya Allah. Sinten sing saking kita sedaya sing hadir untuk mriki yang terkesusahan napa mambang panjenengan icalat kesanipun Gusti. Ya Allah, panjenengan panjenengan umur panjang, selamat, sehat, afiat dohir batin. Mugi-mugi keluarkan kita sedaya dipun selamat dengan Allah Ta'ala.
kagel sang tiang ingkang ahli la ilaha illallah, yang ke ahlul ilmi wa alil khair. Muka-muka kita sudah dibuka oleh Allah Ta'ala babur rizki, babur sa'adah, babur salamah. Muka-muka negara kita terpereksa oleh Allah Ta'ala datus baldatun tayyibatun warbun ghafur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alaik tawakalna wa ila kenamna wa ilum nasir fawadna ilaika umurun wa ahlina wa landurum tahtar yatina. Alaika ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Allah, mugi-mugi guru kita Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya paring umur panjang sak keluaripun pendreksa dening Allah Taala, jan sebahagiaan selamat dunia akhirat lumeber dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Al Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju.